أهلا بكم مجددا. كشف التحالف الدولي عن قيام قواته بالاشتراك مع قصد بعملية إنزال جوي في شرق دير الزور، وأسفرت عن مقتل قياديين في التنظيم. عملية التحالف تزامنت مع زيادة نشاط تنظيم الدولة في المنطقة الشرقية وما نتج عنها من عمليات تفجير واغتيالات في المنطقة. في أكبر ضربة لتنظيم الدولة منذ مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي في تشرين الأول العام الماضي، تكشف قوات التحالف الدولي عن تفاصيل عملية جوية وبرية في بلدة البصيرة بالريف الشرقي لدير الزور. قتل فيها شخصيتان عسكريتان من قيادات الصف الأول في التنظيم، وهما مسؤولا شمال بغداد وملف التسليح في سوريا والعراق. العملية التي قال التحالف الدولي إنها تمت بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية تأتي عقب عمليات إنزال جوي نفذها التحالف الدولي في كل من قرى الشحيل والزر والحوايج في ريف دير الزور، وتلك عمليات تصاعدت طرداً مع تصاعد عمليات التنظيم الأمنية والعسكرية في شرق سوريا، ولا سيما في مناطق تسيطر عليها قسد. الواقع على الأرض يشير إلى تكثيف التنظيم لعملياته الأمنية ضد قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، كان آخرها هجوماً هو الأول للتنظيم منذ خسارته الباغوز في آذار العام الماضي. استهدف الهجوم سجناً في مدينة الطبقة غربية الرقة، وذاك هجوم تم عبر مداهمة السجن أسفر عن فرار عدد من عناصر التنظيم، وما تلاها من عمليات اغتيال وتفجيرات في قرى بريف دير الزور الشرقي. فما الذي يطمح ويسعى التنظيم لتحقيقه في هذه المنطقة؟ إذن تصاعد في هجمات تنظيم الدولة يقابلها تكثيف لعمليات الإنزال والمداهمات من قبل التحالف، حرب كر وفر في الخفاء. لكن المؤكد أن التنظيم، وبالنظر إلى خريطة هجماته، فإنه يمتلك خلايا نشطة في المحافظات الشرقية، خلايا لا يريد التنظيم استعادة أراض عبرها، وإنما يريد ضرب الاستقرار لإثبات الوجود. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي عبد القادر ضويحي، وعرابي باحث في الجماعات الجهادية من أدرنا. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد عبد القادر، يعني ما مدى تأثير مقتل القياديين في تنظيم الدولة على عمليات هذا التنظيم في سوريا والعراق، وما الدور الذي كانا يؤديانه مع التنظيم؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني عملية قتل هذان الشخصيتان باعتقادي أنها هي يعني ربما أكبر ضربة يتلقاها التنظيم كما ذكر التقرير منذ مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي أواخر العام الماضي. تأثير عملية القتل على نشاط التنظيم باعتقادي أنها لن تكون ذات تأثير كبيرة، كون التنظيم انتقل بعد خسارته الجغرافية وبعد خسارته الأرض انتقل إلى سياسة وأسلوب جديد لمحاربة خصومه. فما هذا الأسلوب على ما يسمى بسياسة الذئاب المنفردة أو عملية اللامركزية في العمليات الأمنية والعسكرية. لاحظنا بعد مقتل أبو بكر البغدادي وكذلك بعد مقتل قيادات عسكرية في تنظيم الدولة، التنظيم استمر بعملياته الأمنية سواء ضد قوات النظام أو حتى ضد قوات سوريا الديمقراطية. وهذا الأسلوب يقوم على عمليات الضرب والانسحاب، أي أن لكل مجموعة هنالك في تنظيم الدولة لها قائد هو من يسيرها، ولا حاجة للتنظيم بالعودة إلى المركزية أو القيادات العليا في هذه الأنشطة. باعتقاد أن هذان الشخصان هما كانا يديران التنظيم لربما لوجستيا وحتى تكتيكيا، لكنهما لا يمتلكان القرار أو لم يقدما القرار في عمليات الهجمات التي كانت تستهدف خصوم التنظيم، لا سيما قوات التحالف الدولي وحتى قوات سوريا الديمقراطية. عملية التأثير باعتقادي هي ستكون محصورة. التنظيم قادر من خلال ما لاحظنا في العامين الماضيين قادر على إنتاج قيادات جديدة، لكن مسألة ولاء العناصر لهذه القيادات الجديدة هي ما ستبقى محط رهان لدى هيكلية تنظيم الدولة وحتى لدى الجهات التي تقوم بعمليات الضرب ضد خصوم التنظيم في شرق سوريا. نعم، سأبقى في هذه النقطة مع ضيفي عرابي. عرابي أهلا ومرحبا بك مجددا. هل تعتقد أن مقتل القياديين الجغيفي والزاوي الحدث الأكبر في بنية تنظيم الدولة منذ مقتل قائده وزعيمه أبو بكر البغدادي؟
كل الشكر لك ولضيفك العزيز، أهلا وسهلا بكم. صراحة أنا أعتقد أن هذه العملية لن تؤثر كثيرا على عمليات تنظيم الدولة، وإنما هي عملية اعتيادية للتحالف. لكن ما يثير الانتباه هو عمليات الإنزال التي يقوم بها التحالف، حيث أن التحالف منذ بداية السنة إلى الآن قام بحوالي 10 عمليات إنزال، لكن 5 منها حصلت في هذا الشهر الجاري. وأول عملية قادت إلى هذه العمليات هي عملية اعتقال الشخص المعروف باسم أنور فرحان الطرز. هذا الرجل هو الذي فتح إلى لأنه هو مسؤول التنسيق في تحركات التنظيم في سوريا. فهذا الرجل اعتقاله أدى إلى إنزالات أخرى وإلى أماكن محددة تجرى فيها هذه الإنزالات، بخلاف العمليات التي تقوم بها قسد، فهي غالبا ما تكون عشوائية، وغالبا ما تكون مستهدف فيها منازل عامة كبيرة، يعني أعداد كبيرة من المنازل. لكن ما يحدث في هذه العمليات التي يقوم بها التحالف أنها جاءت بعد تحقيقات ومقاطعة للمعلومات، وأنها جاءت بعد اعتقال أحد المسؤولين المهمين المحليين في سوريا، وأدت إلى اعتقال أو مقتل هذين الشخصين. هذان الشخصان كما قال ضيفك الكريم هما لن يؤثر مقتلهما على سير عمليات التنظيم. إذا رأينا بخط تصاعدي إلى عمليات التنظيم منذ بداية السنة إلى الآن، فإننا نرى مثلا في شهر كانون الثاني كان هناك مثلا 60 عملية للتنظيم، في الشهر الثاني انخفضت العمليات إلى 52، في الشهر الثالث وصلت العمليات إلى 44، لكن في الشهر الرابع وما بعده، الآن نحن الآن في شهر أيار، قبل أن ينتهي الشهر وصلت عمليات التنظيم في سوريا إلى 105 عمليات، في دير الزور وحدها وصلت إلى 44 عملية. هذا يشير إلى أن التنظيم لا ينتظر أوامره وتوجيهاته من قيادات معينة، إنما هناك عناقيد يصير فيها التنظيم، تصير عمليات التنظيم ضمن عناقيد لها استراتيجية عامة، وهذه العناقيد تعتمد على الحضور المحلي. ولذلك نرى أن عمليات التنظيم هي نابعة من خبرة محلية، يستطيع أن يؤذي ويضرب فيها في أماكن مختلفة ومتفرقة. أيضا هناك عملية يعني أجراها أو شنها تنظيم الدولة في مدينة الطبقة غرب الرقة، يعني عبد القادر، عملية على هذا السجن في مدينة الطبقة غرب الرقة، ما دلالات هذه العملية؟ يعني هذه العملية هي الأولى لتنظيم الدولة منذ خسارته بلدة الباغوز في آذار مارس العام الماضي، هي أول عملية يقوم بها تنظيم الدولة يستهدف من خلالها سجن. العملية نتج عنها عمليات فرار السجناء من تنظيم الدولة، كانوا في سجن عايد في مدينة الطبقة، وتمكن التنظيم من الانسحاب من هذا الموقع، موقع السجن، والتراجع إلى الأماكن التي كان يتواجد فيها. نلاحظ من خلال هذه العملية ومن خلال العمليات التي تتم في شرق دير الزور تحديدا، أن التنظيم لا يريد أو لا يفكر حاليا بعملية استعادة الأراضي واستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها، إنما التنظيم الآن يريد ضرب خصومه، وكذلك إيصال رسائل أن التنظيم ما زال قادرا على مواصلة الهجمات. وهذا الأمر حتى ظهر جليا على الضفة الثانية من نهر الفرات، بالتحديد في غرب الفرات، حيث يتواجد الإيرانيون وقوات النظام. التنظيم شن هجمات وقطع طرق مهمة من بينها طريق دمشق دير الزور، وكذلك تمكن من السيطرة على أرتال. كل هذه المعطيات باعتقادي أن التنظيم يريد إيصال رسائل أنه قادر على مواجهة خصومه، وكذلك السياسة التي يتبعها هي مرهقة للخصم. مسألة الضرب والانسحاب والاختباء هي مسألة مرهقة عسكريا للأطراف التي تخوض حرب مع التنظيم، سواء قوات النظام أو حتى قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية. التحالف الدولي يعتمد في استراتيجيته على مسألة الاستخبارات أكثر مما هي العسكرية في ملاحقة خلايا التنظيم، وهذا ما أسفر حقيقة عن العمليات التي أودت أو التي تمكن من خلالها التحالف من قتل قيادات كبار في تنظيم الدولة، بدءا من أبو بكر البغدادي وليس انتهاءا بالعملية الأخيرة التي تمت في 17 من أيار الجاري. باعتقادي أن عملية السجن ستفتح باب أكبر لتنظيم الدولة، وهي عملية تتم على نقيض العمليات السابقة. لاحظنا خلال شهر آذار وكذلك شهر نيسان عمليات استعصاء لعناصر التنظيم في سجن غويران، وكذلك في سجون لقسد غرب دير الزور. تلك العمليات لم تقم
من خارج من 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 الخارج، وانما كانت من العناصر المتواجدين، لكن الان نقله في سياسه واستراتيجيه التنظيم انه هو ينسق مع من متواجد داخل السجن ويضرب السجن ويفتح الباب للسجناء للفرار. هذه المعلومات والمعطيات التي ذكرتها عبد القادر، يعني سانتقل بها الى السيد عرابي من خلال ما ذكر عبد القادر، يعني كيف يمكن ان يستفيد تنظيم الدوله من ضرب الاستقرار في شرق سوريا؟ دعنا ننظر إلى الصورة بشكل أوضح وهو وأوسع. ضرب الاستقرار هو ليس هو هدف للتنظيم، هو يريد أن يرهق خصومه، هو يريد أن يستنفرهم، يريد أن يجعلهم دائما يتكلفون و يعني يتوزعون المهام ويقومون بعمليات عسكرية، إنفاق الأموال، تجهيز إحضار تجهيزات أكثر. هو يريد أن يستنزف مواردهم وعناصرهم البشرية، هو يريد أن يستنزف جهودهم الاستخباراتية، ويريد أن يوقعهم في فخ المعلومات المغلوطة بين الفين والفين، هناك دائما تقع في فخ المعلومات المغلوطة. هو يريد دائما حتى أن يضرب الدوريات التي تسير في الطرق، الدوريات الراجل أو الدوريات التي تسير بالسيارات، ويريد أن يضربها. يستطيع من خلال ذلك أن يقبض على بعض العناصر، أن يقوم باستخلاص المعلومات منهم، وهذا ما يشير إليه سلوك التنظيم نفسه، لأنه دائما ما يحصل معلوماته من الأسرى، وبعد أن يقوم بأسرهم والتحقيق معهم دائما ما يقوم بتصفيتهم وقتلهم. إذا رأينا إلى الهجوم إلى السجن، فنحن نذكر قبل مقتل البغدادي بحوالي شهرين حصلت أطلق كلمة أبو بكر البغدادي، وهي كلمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. قال في هذه الكلمة أنه يناشد عناصر التنظيم بأن يخططوا لإنقاذ العفيفات، وهو يقصد النساء الذين اللواتي هن في مخيم الهول، وأن يكسروا الأسوار ويهدموا الأسوار كما حصل في المرات السابقة التي أطلق فيها عناصر التنظيم. هذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها عناصر التنظيم الوصول إلى السجن واقتحامه والتخليص بعض العناصر منه. هذا يدل على أن التنظيم يسير بخطى متواصلة ومتصاعدة لكي يصل إلى حالة مما يشبه عام 2012 و 2013. هو الآن أقوى مما كان عليه في بدايات عام 2012، والآن يستطيع أن يضرب في داخل أرض الخصوم، والآن يستطيع أن يرهق الخصم، والآن متماسك تنظيميا، يعود ينشئ قطاعاته من مرة أخرى، وهو الآن يستطيع أن يقوم بعمليات مختلفة الأشكال ومختلفة الأنواع، سواء من القصف، سواء من الاغتيال، سواء من التصفية، سواء من مختلف الأشكال حتى. لكن هنا نعم، أشكرك عرابي الباحث في الجماعات الجهادية، كنت معنا من أدرنا. كما أشكر الصحفي عبد القادر الضويحي كان معنا من إسطنبول، وشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دمتم بألف خير.